صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. اليوم بمحورنا كمان قصة واقعية. بسبت الماضي كنا عم نشوف قصة واقعية، ولكن مش البطلة مش الكاتبة. اليوم البطل هو الكاتب، سيرة ذاتية. اليوم رح نشوف كيف أي إنسان ممكن يقع بإدمان، إدمان على مسكنات، إدمان على مخدرات، الإدمان على الكحول. كلنا ممكن نوقع، ولكن المهم إنه نرجع نوعى، نرجع نوقف. اليوم رح نكتشف من وراء كتاب الكاتب بسام لوكاس، Momentary Lapse of Reason، Memoirs of a Lebanese، كيف العيلة أيضاً والمحبة هي اللي بتخلينا نرجع نوقف، لمن أكيد الحياة بتخلينا أيام إنه نقلب. ورح نتعرف من قريب على ضيوفنا المميزين. مشاهدينا الكرام، محورنا مهم جدا، لانه اليوم بنعرف قد ايه النسبه عاليه بالعالم كله وايضا بمجتمعنا اللبناني هو نسبه الادمان. واليوم بحب رحب باستديوهات الام تي في بالحلقه الرابعه من كتاب اديسيون سبيسيال، اكيد بالكاتب بسام لوكاس. اهلا وسهلا فيك. هاي كمان، ميرسي. نحن بنتشكرك على كتابك اللي سبق وحكينا عنه، ولكن اليوم رح نشوف هالمحور المهم اللي رح يكون كمان رسالة للكثير من المشاهدين، وخاصة الجيل اللي من عمرك. أيضا أهلا وسهلا فيك. بحب رحب أيضا ببروفيسور أنتوان بستاني. أهلا وسهلا فيك. حضرتك طبيب متخصص بعلم النفس وخاصة كمان بالإدمان. أهلا وسهلا فيك. وأيضا بحب رحب بالأستاذ جان لوكاس والد بسام، ونعرف وجودك مهم جدا ان كان اليوم معنا بحلقه كتاب اديسيون سبيسيال او كان بحياته لبسام، اكيد مع زوجتك واخواته. لبسام اهلا وسهلا فيكم. رح نبدا معك بسام. اليوم حضرتك معك ماسترز بالمانجمنت، وايضا عندك شغف للموسيقى. بعرف انك بتالف يعني اوبرا، وايضا فينا نقول موسيقى للافلام، ولكن بعد ما جتك الفرصه انك يعني تسمعها وتنشرها. واليوم حبيت انك تشاركنا بمومنتري لابس اوف ريزن لتاني مره بميموارز اوف ليبانيز. حبي والمشاهدين حابين يعرفوا بسام لوكاس الشاب اللبناني اللي كان بالجامعة أو المدرسة، كيف قلب بالإدمان أيضا؟ هو هذا السؤال ما له جواب، لأنه الواحد ما بيعرف كيف. نعم. هي بتبلش خطوة خطوة، والواحد بيتطور فيها شوي شوي ليلاقي حاله وقع. فالخبرية كلها بلشت بإكسبيرينسات مثل ما حيالة تين إيجر. قد كان عمرك؟ يعني بال 16 17. نعم. وقتها كان بيكون التين ايجر اجريسيف وعنده روح الادفنتشر. نعم. والثوره، روح الثوره، وبده يحقق حاله، بده يحقق وبده يجرب وبده يعمل وخلص، يعني طلع من حاله. فهيدي التجارب الصغار بلس عده فاكتور حد هذه التجارب ساعدت انه نوصل لمرحله انه الجسم يتفوق على اللي يصير يقدر يطلب السبستانس اكثر واكثر وشوي شوي. نعم. مع الوقت. وكيف اجت الفكره انك تكتب كتاب جريء، كتاب صادق، كتاب يعني بفوت بدم الواحد يمكن مثل الادمان، وبيخليك تفهم انه الانسان ضعيف وممكن يقلب وممكن ينغر بأي شيء ما يشوف أنه هذا الشيء ممكن يوصله إلى تدمير الذات؟ ليه حبيت أنك تكتب هالكتاب وتشاركه مع الكثير، وخاصة بدي أرجع أقول مع ناس وخاصة من عمرك؟ صح. وبصراحة الكتاب كان نتيجة بسيكوثيرابي، نتيجة دفوارات. نعم. وبلشت الخبرية بأنه كان عندي دفوار أنه أكتب أوصف دفني. ف
دفوار ورا دفوار لقيت انه عندي ماتريال بقدر ساعد فيه، فقعدت اشتغلت كم شهر زياده على هالدفوارات. قلت لي كان لازم تكتب عن دفنك. صح. شو واحد بيشعر لما بده يكتب عن دفنه؟ يعني قد ايه واحد بده يوعى انه كان عشوائي عم بيعمر تابوته بايده؟ هي مش ما بلشت هون، بلشت من كثير قبل. هذا كان مثل حلم او فانتازي، ما بعرف شو بيسموه، فانتاس. نعم. كان يصير معي من زمان كثير. نعم. كنت اقعد بالصف واحلم كيف بده يكون هذا الدفن. فعقدة ملحقتني من زمان كثير، عقدة الموت، وخاصة موتك انت. يعني هي تفسر بكثير قصص. نعم. يمكن. نعم. يمكن بدي اشوف حالي عم موت، يمكن بدي اشوف، يمكن أفهم انت حابب ان حدا غيري. نعم. بحالي. نعم. عم بموت. نعم. او بدك تقتل شقفة من حالك. على كل حال يعني بروفيسور يعني بروفيسور انطوان، كيف بتفسر هيدا الشيء؟ انا بتصور انه هيدي داخله باطار الجلسات النفسيه اللي كنت عم تعملها. مش انه هو قاعد وقال انا بدي. نعم. بس هو عم بيقول انه من هو صغير قبل ما يفوت على الادمان كان يحلم بهالاشياء. ما في مشكله، لانه كل واحد في عنده ما تسمى هو مات، الفانتاسم اللي عم تحكي عنه. نعم. هو مات هيدا، كلنا في عنا فانتاسم. ما في حدا ما بيحلم. ما فيهم وشو التام تبع الفانتاسم، شو موضوع الفانتاسم، كل واحد حسب شخصيته هو. نعم. فيهم بيحلموا بالدفن بالموت، فيهم بيحلموا بالفرح، فيهم بيحلموا بغير اشياء. يعني كل. نعم. واحد عنده موضوع بالفانتاسم تبعه. دونك موضوع بسام كان probablement من بهالطريقه. نعم. هيدي. ومشان هيك بالجلسات النفسية يلي بعد متكررة. فترة طويلة المتكررة. صح. طلع هالموضوع وقالوا لك احكي لنا شو هيدا رح يظهر منه. رح على كل حال منه. أنا حبة، وهيدا أكيد سؤال بيسأله الكثير من الناس، إنه هل كلنا عنا ذات النسبة إنه نوقع بأي نوع من الإدمان، أو بيبقى في ناس عندها قبول أكثر من ناس؟ ليكي، لو البشر كانوا دمى ماريونات. نعم. كنا كلنا عنا ذات النسبة، بس ما في إنسان بيشبه الثاني، مثل البصمة. ما في شك، شي بصمة بتشبه شك بيرسون إتونيك. ما في شك بيرسون إتونيك. مشان هيك بيقولوا ما في أمراض في مرضى. لو أربعتنا عنا ذات المرض بتشخص بكل طريقة. نعم. مش ذات الهيئة. نعم. دونك كل إنسان شي، وبالبشر واحد وواحد ما بيعملوا اثنين، واحد واحد بيعملوا واحد وواحد سيتوب لهذا. دونك مشان هيك ما عندنا ذات الاستعداد، ذات النسبة. هلا حتى نرجع على موضوع الإدمان، بقصة الإدمان ما في سبب واحد، ما في عامل واحد، في عدة عوامل راكمة ومركبة لدرجة إنه من الصعب جدا نقدر نوصل لنفكك هالعوامل عن بعضها، لحتى من هون صعوبة معالجة المدمن. ما في شك. بيكفيكي أول شيء العامل الشخصي اللي عم تحكي عنه، الجيني إذا بدك، أو الاستعداد النفسي، أو الأرضية اللي عنده إياها. والأرضية مهمة كتير. نعم. لأنه لو ما في أرضية هالعشرة اللي كانت مع بسام وأصحابه ما عطيت شيء كانت. نعم. والأرضية لأنه كلنا نتعرف على ناس ممكن تخدنا صوب شيء، بس أو نحن منرفض أو نحن منفوت بهالخط. سموها أرضية. نعم. معنى بالأرض، إذا أرض زرعت نبتة مش زابطة ما بتطلع بالأرض تبعها. نعم. وهون إذا عطيت المادة للشخص وما عنده الأرضية بيرفضها، ما بده إياها. دونك في أول فعل، أول عامل هي الأرضية عند الإنسان. نعم. يلي هي جينية أو غير شيء. ثاني. نعم. شيء في العامل الشخصي. نعم. النفسي اللي عنده. نعم. يعني بدك تبلشي من التربية تبعيته. نعم. لا بس يكبر المدرسة والمحيط تبعه. نعم. والمجتمع تبعه، ما هو دي كلهم بيأثروا. نعم. عنده. طالما حكيت عن التربية. نعم. وقبل ما ننتقل للوالد. نعم. مستر جان عنده أخوة بسام. نعم. وتقريبا من زيت العمر، بس بسام اللي راح صوب الإدمان، أخوته لا، مع انه زيت التربيه. يعني هو لو زيت التربيه بس ارضيته خلته توصل. نعم. مش دمى. نعم. يعني مش دائما التربيه هي لو ما كان اعطيتك اربع كاسات الاربعه مثل بعضهم. نعم. او اربع سيارات الاربعه مثل بعضهم، بس الاربعه لا.
ناس أربعة والبشر مش مثل بعضه في عندهم حضرتك بروفيسور بستاني كاتب كاتب وشاعر وكتبت كثير عن هالموضوع الإدمان شو رأيك اليوم ببسام الكاتب بس الفانتيلي رح أجيبك بس الفانتيلي وقلت لي عن بسام وعن كتابه فعلا فعلا أخذني العجب والدهشة لأنه أول كتاب بمجتمع عربي ولبناني بقري عن مدمن كان عنده الجرأة يكتب أنا الكتب اللي قريهم كلهم بالغرب هذا بالأوروبية والأمريكية بس أول شخص بيكتب كتاب دونك بالشكل بالأساس بالعمل اللي عمله إنجاز الجرأة كبير إنجاز كبير هذا مهم كتير ثاني شيء بالمحتوى تبعه كتير. المحتوى تبعه بدل دعيق عن اللغة الحلوة والمشوقة بدل عن قوة ملاحظة عنده بهالموضوع ما في شك. على ذاتك وعلى محيطك أنا واعي على كل شيء فعلا التزيت بقراية الكتاب أنا كمان وكأن هو عم بيخبر عن هالوقت اللي بيكون فيه بيرادني هو واعي وعم بيحلل حاله يعني بتصور إنه عنده طبقة ذكاء وإبداع غير إنسان طبيعي ما عنده إياها أو أنا غلطاني بروفيسور مظبوط قليلة تنقول قليلة نعم تنقول قليلة حتى ما نعطيه المونوبول طبعا بنقول معناه بيستير بنقول قليلة بس أنت برونتيز مسمح لي أتدخل إيه أكيد في شيء تجاوب على هالسؤال تفضل اللي هو كمان بسام بيبولير هذا اكتشفناه مع العلاجات ومع هذا هو صار يعرف حاله وعرف حاله أكتر وأكتر من هيك تعدد الطاقات والجفت المعطيات ومواهب عنده إياها كتير مسيو جان يمكن دكتور يحدد أكتر كنت بدي أحكي عن بيبولاريتي هلأ منرجع لها مسيو جان حضرتك والد ومنعرف الأهل قد اليوم ولادهم شقفة منهم واهتمامهم الأكبر كيف اكتشفتوا انه بسام عنده ادمان على المسكنات وكيف كان يعني جربتوا اكيد انتم تساعدوه ولكن هو نهار اللي قرر يساعد حاله هو قدرتوا تساعدوه لانه قبل ما حدا بده يسمع وما حدا بده يقشع خبرنا بمختصر مفيد اول ما نحن وعينا انه في شيء عم بيصير هو من تصرفاته نعم أكيد. تصرفاته صارت أجريسيف عنيفة نعم. كتير نعم. وصرنا نقول إنه مش هيدا بسام مش هيك ربي بسام مش هيك يعني كلهم إحنا عائلة نعم. نعم. وأنا بعطي أفانتاج كبير للعائلة نعم. بأي دور بكل الأدوار يعني يكون الناس في تواصل بيناتكم خاصة أنا جربت كون صديق كمان نعم هو قال لي أصلا أول مرة تعرفت على بسام قال لي أنا والدي صديقي وخيل كبير صح بس كمان ما بيلغي دور البي ما يعني الأبوة إلى مطرح ما فيه السلطة الأبوية كانت أول شغلة نحن أنا ومدامتي وبالبيت أخوته أنه طيب شو عم بيصير ما كنا نعرف علما أنه نحن جماعة نطلع يعني بس أنه ما كنا نعرف أنه هو واحد بيرفض أوقات الحقيقة اللي ما بده إياها وهو اللي خبركم أو أنتوا اكتشفتوا قبل لا يمكن ما عم بتذكر مزبوط بس أكيد صرنا نشوف علب مخبية ونشوف أنه عم ياخد أشياء مسكنة ونجي نسأله شو قصة ظهري عم جعني وكذا وإلى آخره نعم يلاقي هالحجج هالحجج اللي عرفنا بعدين أنه كان يكذب بدقيقة 20 مرة يعني ما في شك قد ما بيتنفس بس سام بتقول بالكتاب أنه ب 31 آب 2008 كنت عم بتعيد عيدك 27 ومبسوط وعم تاخد هالمسكنات وعيد على حالك أنه أنا هيدي مني حياة اللي عم بعيشها وبدي أرجع عيش حياة طبيعية هاللحظة اللي أكيد في كتير مشاهدين عم بيحلموا يوصلوا لها أو في أهل اليوم عم بيحلموا أنه ولادهم يوصلوا لها خبرنا أكتر بهالأودة أودة أهلك كنت عم تاخد هالأدوية هالمسكنات ومبسوط you are high مثل ما بيقولوا ووعيت أنه أنا شو عم بعمل بهالفترة كنت وصلت للماكسيموم تبع الأبيوس نسبة الأبيوس كنت أخد حوالي 120 حبة بالنهار ممكن كيف أهدى قلبه كيف لقلك شو هون بيلعب دور الأدوية المزورة والمهربة منيح
لانه 120 حبه يعني هذا مع انه هيدي ما بدي اقول شيء انه يمكن هيدي 1% يطلع وقت يكونوا الانرجي مزبوط مع انه هذا الشيء ضد الاخلاق وضد ماشي بس عم تسالين عم انه سي امبوسيبل واحد يضل عايش على 120 حبه امبوسيبل اكيد كنت تاخذ 120 خبرنا كملنا 30 على بوقعات كل 4 ساعات كيف وعيت على مشكلتك؟ هلا من بعد تفكير كثير هذه كانت نتيجه الـ يعني تقول بدي وقف ترجع صح وكنت هون كنت دجا فايت مره على المستشفى وكنت خلص عم شوف انا عم بتطلع على جسمي عم لاقيه عم يهتري لا بقدر امشي مش عم نام صرت لوني اصفر انا بتطلع بحالي على المرايه بخاف منيح كنت واعي انك على هيك وهون كان صار في صار عم بيصير معي ايبيليبسي كون ماشي ووقع غيب عن الوعي يعني نعم يعني ممكن هالشيء يؤدي الى واحد يوقع بالنقطه كثرتها بيتوقع بالنقطه واذا انقطع انا بتوقع بالنقطه صح بده بخبرنا بدي اقول انه بهالكتاب الكتاب الرائع يعني حتى بيدخلنا كيف بيفوت بهيدا العالم وقت يكون هاي وبذات الوقت بتخبرنا وقت تكون بدك هالدواء انت وكنت عم تتعالج كيف بتحس وبتكرايز واللي هي هلا هي بلحظتها الواحد مش كثير بيكون واعي لما بيكون ملتهي بوجعه نعم بس يتخطى المرحله او بس يوعى او بس يقطع فتره من الوقت بيقعد بفكر فيه وبيرجع بتذكر تفاصيل وخاصه انه انا عندي ميموار فيزوال يعني بحفظ كل شيء حتى الحركه بحفظها بحفظ الالوان الاشكال هذا الشيء كثير بتصور ساعدك فكتير قدرت انه ترجم الحاله كيف كانت على مستر جان بدي اسالك عن دور العائله ودور المحبه وانتو كنتوا حده مش ضده لا شو بدهم بتوجه للاهل بهال وقت الصعب لانه في اهل ما بتصدق في اهل بتكره هلا الولد شو عم بيعمل حتى نكون صادقين قطعتهم فيهم كلهم كان يجي مراحل ما في شيء واحد ما بيضبط حاله لانه روح قلبه قدامه وهيك عم بيصير وهيدي مش من عادتنا ومش بعائلتنا ومش بطريقتنا يعني نحن كل الاهل بفكروا هيك انه بتصير مع الناس ما بتصير عنا لا بتصير وين ما كان بتصير بكل البيوت ما في شك اذا صارت بقى من هيك بعتقد في محلات يمكن نوصل اصواتنا تطلع نعم وشو كان التاثير على بلاك اون جنرال بس يعني اون جنرال كان في نحن عارفين انه عم نتعاطى مع شخص مريض مش بس جي كومبري يعني قلبكم محل عقلكم محل ثاني وقد اثرت يعني قصته على اخواته هلا الاهل بضل عندهم هالتضحيه هالوعي بس عنده خي واخت تقريبا يعني سنه سنتين فرق مزبوط. كيف عيشوا هال تاثروا كثير طبعا اللي بذكره ما في شك التاثير الاكبر كان وقت يصير معه الكرايز الابيليبتيك لانه بتعرفي كيف الصريخ بيطلع وهذا وحتى في مره يعني حتى انا اللي معود انه حسب ما قالنا الحكيم الدكتور بسيكياتر كمان انه ما تعملوا له شيء انطروه يوعى في مطرح طولت انا صرت اسال حالي وخبرته اياها الخبريه انه شو خلاص هلا راح يعني تصوري قديش في وجع يعني بفهم بس سام هلا شو بتحس وقت يحكي يعني عندك هيك شوي كوبابل بتحس انه في ذنب عليك او 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 بتقول انه شيء وقطع وخلص انه مهم انك تعفي لا يمكن قبل كنت احس اول ما طلعت من الخبريه وكنت بعدني ببدايه العلاج بس هلا صرت افهم انه هذه هي كانت الحاله ومنيح انه قطعت الحاله بهالنتيجه ما في شك وهلا مش الحال وعلى ما في شك اكيد وهيدي نحن موجودين هون انا على طول بقول انه اليوم الكتاب هو مشكله بس يعني بيطرح مشكله بس بيطرح حل وبروف اوني موجودين وحلقه الماضي كمان كان عندنا يعني بنوت صغيره مصابه بمرض السرطان وصحت وحكيوا عنا بكتاب يعني اليوم قديه مهم الكتاب يكون قريب على المجتمع ويعرفوا الناس انه اليوم مجرد يقروا كتاب ممكن يحلوا مشكلتهم ايضا بروفيسور كنت عم تحكي عن البيبولير وكمان بدي اسالك ايضا انه اليوم قديه في نسبه مدمنين بيصحوا وبيصحوا بيتعافوا على طول لانه في ناس صح بترجع بتنزل ما بقدر اقول لك مثلا هلا قديش انا فرح مبسوط
انه شايف قدامي مدمن شفه. نعم. لانه العاده صارت عاده عندنا. مدمن انتكاسه. نعم. قد ايه النسبه؟ ما بسترجع اقول لك النسبه. خلينا فضل ما اقول النسبه. كثير كبيره. بعرف مدمن انتكاسه، بس يشفى المدمن بنفرح كلنا، بنعيد انه شفه. طيب قد ايه تقريبا الناس اللي بتشفى بتشفى؟ خلينا نقول 10%. وعمرهم انتبهي واسقول تشفى تشفى يعني تشفى نهائيا. ايه تشفى نهائيا. وعلما انه ما في شفاء نهائي، بضل في خوف. يعني مثل ما تعملي عملية قلب، حتى لو غيرت الشرايين كله ورجع القلب هذا، إذا رجع يدخن ورجع ورجع بده يرجع ينتكس. نعم. حتى لو دونك ما في شفاء نهائي. حاسس حالك عندك هالهيجس بسام، يعني انه ترجع تقلب لا 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 ما عندي خوف منها، لأنه متوقع. دايما بروح برجع بعمل مانتوناس عند البسيكوثيرابيست. أنا بعرف حالي كيف صرت وبعرف شو أهدافي. برافو. مشان هيك لا أسمع عليك متفوق متفوق. هالأتون اللي عنده إياه هون ما بتلاقيهم كثير، هل بيسموها حالة الإنسايت، يعني هالمقدرة اللي عنده أنه يقدر يحلل ذاته ويحلل نفسه اللي عنده إياها. بسام ما بتلاقيها عن الكل، وهي إذا مش موجودة صعب الواحد يعني بدي أقول اللي خلى بسام يشفى تكوين هو تكوين شخصيته والعائلة. قدم هم العائلة. العائلة سوري بس ما ننسى دور الحكمة كمان، ما في شك. تحية تحية لأطبائك اللي هن مش دكتور أنطوان. يعني ما بدش الواحد يبخر حاله كحكمة وهيدا، بس عم نحكي قبل دور الحكمة. الحكمة بيجوا عن نتيجة. صح ستغيفري، مش أنت اللي صححتها، عن نتيجة بتيجوا الحكمة. ولو أنت ما بدك ولو ما عندك هيك عائلة ما قدروا عملوا شيء. الحكمة إلى براف 90% من الحالات مش عم نعمل شيء. صح صح. عرفت كي؟ هلا عم تسألين عن دور العائلة. نعم. في اقول لك انه تقريبا ما في حالة من الاف الحالات اللي شفتها وعالجتها للادمان المدمنين الا ما العائلة كان لها دور بطريقة او باخرى. نعم ما في شك. على كل حال حلقة مميزة جدا مع كاتب مميز جدا. نحن بنتشكر حضورك. مومنتري لابس اوف ريزن كتاب مفروض يكون بكل عائلة، لأنه هو كتاب عن حياة وإنجاز بحياة. برافو بسام، موفق بحياتك الجديدة. مسيو بسام لوكاس الله يعطيكم العافية ويقوي كل الأهل اللي بيقطعوا مع أولادهم. دو بروفيسور يا ريت كلهم مثله. بروفيسور أنطوان بستاني بنتشكر حضورك. مرسي كتير. مشاهدينا الكرام أنا بودعكم لكم بون ويك أند، وبشوفكم نهار الثلاثة بفقرة كتاب.